بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله راح نتكلم عن القسم الرابع من الاهتمام بأسنان الحامل. طبعا يجب أن تبدأ العناية بأسنان الحامل قبل حدوث الحمل، وذلك بمراجعة طبيب الأسنان لإجراء فحص شامل للفم لاكتشاف حالات تسوس الأسنان أو أمراض اللثة وعلاجها قبل حدوث الحمل، لتجنب أي إجراءات سنية واسعة في فترة الحمل. إن الشعور بالألم أو الخوف يؤدي إلى إفراز الجسم لهرمون الأدرينالين، والذي يؤثر بدورة غالبا على عضلات جدار الرحم ويؤدي إلى انقباضها وتقلصها أيضا. لذلك فإن علاج الآلام الطارئة ضروري جدا عند الحامل، ولكن بعد استشارة طبيب النساء وموافقته على إجراء بعض أنواع العلاج واتخاذ مجموعة من الاحتياطات في العيادة السنية والعيادات أيضا طب الأسرة وغيرها من العيادات. وننصحكم أيضا بمراجعة المقاطع السابقة التي تكلمت عنها في هذا الموضوع، وإن شاء الله راح نتكلم في القسم الخامس قريبا.